انا ورد بس ورد نرجع لي برد بس خيا هيك نجوم حالف لشوف خيالا انا بحبالي انا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم مقطع جديد ومليطة الشامي في ألمانيا، مليطة جديدة. الشامي يا أخوان خيربها في ألمانيا، شيء بيقهر، ما في ولا بنت إلا روحت من الحفلة حامل. يا أخي إيش هذا؟ أقسم بالله ما أدري أنتوا رايحين حفلة ولا رايحين شقة، شيء خارج عن أخلاقيات السوريين وخارج عن أخلاقيات المسلمين. يا اخوان حفلة الشامي في ألمانيا جدا مليطة. الآن انتم راح تشوفوا كل شيء، لكن حط لايك واشتراك وفعل الجرس. ولا 1% بس من المشتركين في القناة والباقي كلهم بيتفرجوا من غير ما تشتركوا. ليش يا اخي؟ خلينا نوصل 20,000 مشترك. يا اخوان في مقطع منتشر كثير لحفلة الشامي، مقطع جدا قلة حياة وقلة دين وقلة اخلاق، تمام؟ المقطع هذا صراحة انا راح اغبش عليه، بس راح اوريكم انه قطشة. انا ورد بس ورد نرجف لي برد بس هيدا تعبي هيدا تعبي بس ورد يا اخي ايش هذا يا اخي؟ يا اخي ايش الشامي هذا؟ ايش المليطة هذه؟ وانتوا الاثنين يعني مش قدام الناس، يعني شوفوا لكم اي شارع مخلي، تمام؟ استغفر الله العظيم، اقسم بالله يعجز اللسان عن النطق، مش عارف ايش اقول صراحة، صراحة والله مش عارف ايش اسوي يعني، ايش اقول؟ شوف يا اخوان اللي لابس اسود هذا لازق، يعني لازق، يعني انت لو تروح لحفلة الشامي راح تهيص يعني، والعياذ بالله. ما ودنا هذا، بس وين؟ قول لي وين حفلة الشامي؟ شوفوا لازق فيها لازق، اقسم بالله يعني انت لو تروح لحفلة الشامي لا تسوي كل اللي ببالك. شوف يا اخوان في واحد ورا تيمار واقف لابس طقيه، هذا شوفوا لازق في ظهر البنت، يعني اكيد لا بيعرف البنت ولا بيعرف اساسها، بس والبنت مكيفه على الموضوع وقاعده والشامي قاعد يغني ولا شيء حصل، عادي ايزي، ناس متطوره. هذا التطور اللي قاعدين تدوروا عليه صح؟ والله نيل جوزك، قصدي حرام، ايش هذا يعني؟ ايش فيه يعني؟ ليش يرفعك يا والله مش عارف اعلق ايش اقول صراحة، شيء من الاخلاق، دنيئة الاخلاق، يعني شيء بيسد النفس صراحة. مقطع هذا مقطع زائد 18، اذا انت تحت 18 اطلع برا، الله يرضى عليك، لا تتفرج على المقطع خلاص، اطلع برا المقطع يعني. هيك نجوم حالف لشوف خيالا انا نيالك، قصدي مش نيالك، لا انت حرام عيب. شوف انا نطلت له من الدور الثاني، يعني تخيلوا يعني انت لو تطلع على الدور الثاني وتشوف تحت كذا وتقول يا ساتر ايش العلو هذا، ام هي لا شنت علو ولا شيء، بس ودي تحضر الشامي يعني، بقص ايدي اذا ما كانت رجلها انكسرت، يعني شفتوا رجلها طيحتها طيحه قويه جدا، بس اهم شيء انها حضنت الشامي. ولك نيالك يا شامي، ايش هات مو حلوة تنتهي من دون خناقة والله. إيه 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 حيل 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 تلاقيهم بيتخانقوا، أنت ليش بست أختي؟ وهو يقول له لا أنا مبسط أختك، ما بستها كثير يعني، بست شوي. لا أنت كذاب، ما تعيد الكرة ثانية، ولا ولاك لا تعيد الكرة، ما تبوس أختي. وهو قاعد يقول له والله راح أبوسها، والله راح أترباك. يعني الشباب اللي بيروحوا حفلة الشام هذول بحسهم كلهم جي صراحة، يعني كلهم قرون، يعني كلهم من غير. والبنات الشرطوطات، يعني البنات الشرطوطات بس هي اللي بتروح لحفلة الشامي، والشباب ولا ليهم قرون بس اللي بيروح حفلة الشامي بس. اللهم بلغت اللهم فشحت، انا مالي يعني. انتوا شفتوا المقاطع بنفسكم، يعني واحد المقطع اللي غبشت لكم عليه هذا، شفتوه انتوا ايش بيسوي يعني؟ لا اله الا الله يا اخي، ايش هذا يا اخي؟ ولن توصل هذا اللحظه حط لايك واشتراك وفعل الجرس. ما ودي اطول عليكم الفيديو، يعني وقتك انت طويل ادري، وقتك المهم الثمين النادر جدا، استثمره، تمام؟ سلام.